السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشوف مع بعض فنجان برج الدلو، يا رب يكون خير ويكون تفاؤل. يلا بينا بقى نشوف فنجانك الفتره اللي جايه باذن الله تكون خير ويكون كل ما هو جميل من اجل عيونكم يا مولي برج الدلو. على سيدنا محمد فنجانكم دايما بيكون جميل ومميز. بص بقى، اول حاجه انت عندك قرار مهم لازم تاخده. القرار ده يخصك انت، يخص مشروع، يخص رجوع حد عايز يرجع لك وانت عمال تفكر داخل في موضوع جديد، الله اعلم. انت في قرار لازم تاخده ولازم تطلع من التردد اللي انت فيه ده. انت عندك طاقه تردد، وطاقه التردد دي انت مش عاجباك، شايف في كميه تردد عندك مش طبيعي. في هنا كمان يعني برضو ظهرالك الست وبنتها، ظاهرين لك برضو الست وبنتها ظاهرين لك اهم. طب احب اقول لك على حاجة، الست وبنتها دول قرايب الام مش قرايب الاب. الست دول الرابط بينك وما بينهم علاقة الام. عندك هنا كمان مال جاي لك او مناقشات في مواضيع او في حاجات هتتفتح عندك الايام اللي جاية. بسم الله، لا رزقك واسع وايامك اللي جاية هتكون حلوة جدا، بس خلي بالك من الكلام والنميمة والفتنة اللي ممكن ما تكونش في صالحك. في كمان هنا راحة، راحة من بعد التعب العظيم اللي انت كنت بتبذله الفترة اللي فاتت. في حد هنا ظلمك، حد ظلمك وانت فوضت امرك لربنا وبتقول انا مش مسامح بس متاكد ان ربنا هياخد لي حقي. بيقولوا عليك اللي هو مش فيك واللي فيك ما بيتكلموش عليه، يعني جايبين في سيرتك في نميمه وبيتكلموا عليك. وحصل عندك لدرجه ان هم من كتر كلامهم عليك انت اتاذيت، وكنت في علاقه كويسه وبعد كده اتعمل لك سحر او حصلت مشاكل بينك وما بين طرف ثالث، وحصل خناقة بينك وبين الشريك، انفصلتوا، ممكن تكون عملت بلوك، الله أعلم. بس الأمور اختلفت خالص بسبب الحسد الشديد. انت الأيام دي متمسك بإرادتك، بس خلي بالك بيراقبوك وبيغيروا منك جدا، ناس كتيرة جدا بتراقبك وبتغير منك. الفترة دي مليئة بالإيجابيات، بدأت مرحلة جديدة في حياتك مليئة بالنجاح والسعادة. بس داري اوجاعك، داري الطاقات اللي في حياتك، ووزع على نفسك الحنان، طبطب على نفسك واعتذر لنفسك. عندك هنا كمان تصرفات ايجابية هتمشي فيها، والتصرفات الايجابية دي هتدخلك في امور حلوة. بس احذر من الازمة اللي انت حاليا بتمر بيها ومن الجلسات اللي على الفاضية وعلى المليان. ان شاء الله قريب جدا 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 هيجي لك اخبار حلوه، والمشكله اللي طال انتظارها وطال كميه الحزن فيها هتعدي. انت الايام دي مهتم بنفسك اكتر من الاول، وخلي بالك من اشخاص جايبين في سيرتك وبيطلعوا اسرارك لبره. انتبه، العيله عايزه حاجه وانت عايز حاجه، ومن دلوقتي بدأت تحط النقط على الحروف. طريق طويل سفر، فهو هيكون بداية ونقطة من الصفر. ولو مهموم ومش مرتاح وعندك مواضيع كتيرة جدا شغلاك ومدخلاك في اكتئاب ومخلياك مش عارف تحل المشاكل اللي انت فيها، حبة صبر، حبة صبر، وكل الامور اللي انت فيها دي هتتحل. حبة صبر والطاقات السلبية اللي انت بتمر بيها دي كمان هتتخلص منها. مع بداية الأيام اللي جاية التفكير الكبير اللي في بالك ده هينتهي. مع بداية الأيام اللي جاية هتلاقي راحة بال مع تحقيق حلم وأمنية كانت في قلبك عاطلة بقالها مدة كبيرة. خلي بالك انت أكتر حد عشت أيام صعبة وفت في مشاكل كتيرة من المقربين أبو وشين. طيب اقول لك على حاجه، انت كان عندك اخت او اخ اتصدمت فيهم واتخدعت وخدت ضربه قويه منهم، ومن بعدها ما بقتش عارف تلملم اوجاعك تاني. احذر من الخسائر اللي هي موجوده من طرف الشريك، طرف الشريك مش من طرف اي حد، هي طرف الشريك. تأجل عليك الفرح هنا واتألمت بس هانت.
انت خدت علاج علشان تعالج نفسك وعلشان تصبح اقوى من الاول، وبالفعل انت اصبحت اقوى. الضربة اللي بتوقعك بتقويك اكتر، وعلشان كده انت حيران الايام دي. دايما في ناس مستنياك تقع، دايما في ناس عايزة توقعك بأي طريقة، بس ما تقلقش عشان انت هنا الايام اللي جاية هتكون صاحب عزيمة وصاحب إرادة قوية. الظروف اللي حواليك دي هتمنحك بأزمة، والأزمة دي هتكون فيها طاقة فراغ. انت هنا منفعل، منفعل من سحر بيتجدد لك، سحر قوي جدا، وعلشان كده دايما بتحس بالكسل والخمول والحزن والاكتئاب، والنجم بتاعك خفيف من العين، والحسد ده جايلك من اقرب مليك. اوجاع كتيرة جدا بتتوزع عليك، ابعد. الاحلام المزعجة والالم والتشتت في اتخاذ قرارات، التشتت في مواضيع، ده كله برضو سبب حسد. فما تقلقش، انت بس كل المطلوب منك ان انت تحصن نفسك. بمجرد ما هتحصن نفسك كل اللي انت فيه ده هينتهي، والحيرة اللي حيران فيها علشان مواضيع هتغير من حياتك. في انسان انت خايف تفقده، خايف يمشي من حياتك علشان حاسس ان هو بيسعدك. الشخص ده ان شاء الله باذن الله مش هيمشي، بس بلاش الثقة الزايدة، بلاش تثق زيادة عن اللزوم في حد. يعني خلي امورك متوازنه، ولا تحب قوي ولا تكره قوي، وازن علاقاتك. لما تحب ما تديش كل حاجه من الاول، لا اصبر اصبر وشوف الشخص اللي انت هتضحي عشانه. الشخص ده يستاهل المحبه بتاعتك ولا لا؟ يستاهل ان انت تبيع الدنيا وتقف جنبه ولا لا؟ فوازن علشان تلاقي اللي يصونك واللي يحافظ عليك. في حاجات هنا انت بتعملها علشان ترضي الاخرين، بس انت مش راضي عنها، ونتيجتها دايما بتحسها جاية عليك العكس. في توقيع او نجاح في دراسة، الله اعلم، بس عندك توقيع. التوقيع ده هيكون خير ليك، خلي بالك. ايه الموضوع، ايه المشكلة اللي انت بتفكر فيها باحساسك اكتر او بقلبك اكتر؟ في حاجة انت هنا بتفكر فيها قوي، ايه هي؟ بتسأل نفسك لدرجة ان انت مش عارفها. يعني انت بتفكر، بس في ايه مش عارف؟ بتفكر بتسعى، ناوي، الله واعلم، بس في حاجات كتيرة جدا. يعني انت الفترة دي انت شاغل بالك باللي خدعك واللي ظلمك واللي كسر بخاطرك، ومركز قوي على ان قلبك مكسور. لا، علشان تطلع من الازمة دي خد المواضيع ببساطة، خد المواضيع بكأنه ده نصيب وقدر الله ما شاء فعل والكلام ده كله. عارف، بمجرد ما هتاخد الامور ببساطة كده هتلاقيهم هم بيسألوك انت فيك ايه، انت مالك، انت ما كنتش كده، انت فيك، وهتلاقي اسئلة كتير. فانت ما تشمتهمش فيك، علشان هم لما هيشمتوا فيك انت كده ايه، عملت لهم اللي هم عايزينه من غير ما يتعبوا. لا، ومعروف عنك ان انت ما بتستسلمش بسهولة. على قد الصدمات والضربات اللي انت فيها، على قد الانفراجات الحلوة. نشوف بقى الفنجان هيقول لك ايه. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انت عندك حيرة، عندك حيرة من الشريك، او حيرة من مواضيع، او حيرة من امرك، الله اعلم. بس انت الايام دي حرفيا عندك كذا موضوع مضايقك. عندك هنا طاقة، ودي طاقة فرج بتتوزع عليك مع بعض لخبطة الأمور اللي في حياتك. دايما أقول لك إن أنت تخلي بالك من نجمك، علشان نجمك خفيف، مفيش حاجة بتحكي عنها وبتتم، مفيش حاجة بتتكلم عنها وبتتم، فاكتم وداري علشان تتم أي مصلحة في حياتك. هتفضل تتكلم وتوزع الطاقات ليهم، صدقني مفيش أي حاجة هتكمل، وهتلاقي مشاكل كتيرة جدا بدأت تظهر في حياتك أنت مستغني عنها. فخلي بالك من نفسك علشان خاطر الطاقات الإيجابية اللي جاية انت فعلا تستاهلها. عندك هنا حيرة، حيران من ناس كتيرة جدا، وكاره اي حد تتكلم معاه. الايام دي انت منتظر بفارج الصبر،
الله اعلم انت منتظر ايه، منتظر فرحة حلوة ولا منتظر خبر ولا منتظر مال؟ طيب عندك شوية قلق وخوف، ممكن تكون انت مهمل في نفسك، مهمل في صحتك، مهمل في جسدك، الله اعلم، بس انت عندك حبة اهمال ومشاكل بتعاني منها، عندك لم مع اشخاص انت بتحبه، في لم الايام اللي جاية مع اشخاص انت بتحبهم او مع اشخاص انت عزاز على قلبك. طيب ليه دايما عندك تسرع او ندم؟ يعني انت هنا عندك طاقة ندم، يا هل ترى الندم ده ندمان علشان خدت قرار في وقت غلط، ولا علشان في شخص اكتشفت ان هو بيخدعك بعد ما خد منك كتير حب وحنان؟ الله اعلم، بس انت عندك طاقة اكتئاب وحزن، ورغم ان انت اتظلمت في حاجة انت بالعكس كنت بتضحي من اجلها، يعني انت ظلموك في حاجة انت ما كانش ليك اي 30 لازمة ان انت تتظلم، بس جابوا الحق عليك، وعلشان كده عيونك مليانة دموع، والدموع دي واخدة جزء كبير جدا في حياتك، حقك هيرجع لك من الناس اللي ظلموك ومن الناس اللي كسروا بخاطرك، ما تقلقش ربك هيعوضك من حيث لا تحتسب، علشان انت اتظلمت وعلشان انت الغدر تبدل وخد اضواء كتيرة جدا في حياتك، في راحة كبيرة لقلبك، راحة كبيرة لحياتك اللي جاية بخير ان شاء الله بإذن الله، انت اصبحت شخص مختلف، وعشان كده حان وقت السعادة لحياتك، حان وقت ان الاضواء تتبدل اتجاهك انت، دايما عايش بحب ودايما عايش بحنان، وعلشان كده دايما قلبك مجبوط ودايما حاسس بالغدر والنفاق اللي بيدور حواليك. في حاجة هنا كل ما بتقرب منها ما بتكملش، يا إما مشوار خطوبة مشوار جواز الله أعلم، بس في حاجة كل ما بتقرب منها ما بتكملش، في انقباض في قلبك من خطوة خايف تكمل أو خايف أنت تكملها، الحاجة دي بتاعتك أنت، أنت في مواضيع كتيرة جدا مخوفاك، ورغم الوقت أن أنت هنا بتشتغل، يعني أنت شغال على مشروع هينجح، في قرار حاليا عمال تفكر فيه كويس، عندك حماس وانفراجات قوية، بس خلي بالك انت عندك سحر مشروب، علشان دايما بتشتكي من وجع في بطنك، من وجع في صدرك، دايما بتحس بوجع غريب، وانت هنا علشان نجمة خفيف، روح روحانياتك عالية، بتعرف كل النفاق، وعندك كده نظرة في البني آدم على طول، ممكن تحلل الشخص ده عايز منك ايه وبيقولك كده ليه، في طاقة رغم ان في طاقة جديدة على حياتك، بس وراك مراقبة، في عيون مراقباك ومحصراك وبتستفزك علشان تخرج اللي جواك، خلي بالك ان انت الايام دي من اكتر الفترات اللي انت اكتشفت طاقات واكتشفت خيانة من طرف ثالث، او اكتشفت طرف ثالث بيتدخل في حياتك، دايما بتدور على الاحتواء والحنان، دايما بتدور على طاقة تديك امل لحياتك، دايما بتدور على ان انت تختار صح، وبالفعل اختياراتك حاليا صعبة، علشان في حاجات كتيرة جدا مفقودة منك، في حاجات كتيرة جدا انت بتدور عليها، فما تقلقش علشان خاطر في خير، وفي بعض التغيرات اللي هتكون من صالحك الفترة اللي جاية، بس الايام دي بتظهر عليك اعراض غريبة، انت بدأت تتعب تاني، وبدأ الارهاق ياخد جزء كبير من حياتك، انت واضح في كلامك شخص دغري، شخص ما بتحب، شخص جد في حياتك جدا، بتحبش الكلام الكتير ولا النفاق ولا الكلام اللي ممكن يقلل من شأنك، وعلشان كده انا بطمنك وبشرك ان انت بعد ما هتكتشف خيانة الشخص اللي بيستغلك هتفرح، بس في هنا كلام او لقاء او حاجة بينك وما بين شخص غامض، انت في شخص غامض عندك، رغم ان ربنا بيرتب لك موعد قريب، الموعد ده هتاخد فيه قرار يخص حياتك، محتاج ترتاح وتاخد حقك في النوم وتاخد حقك في راحة جسمك، بسم الله ما شاء الله. طيب محتاج طاقة، خلي بالك مسؤولياتك بتزيد ما بتنقص،
المسؤولية عندك بتزيد، وعلشان كده بتحاول تشغل وقتك وبتحاول تدور على أي شغل، بتدور على أي حاجة علشان تلتزم بمهماتك. في خبر هيفرح قلبك، انت محتاج تسمعه الفترة دي قوي، وعلشان كده الخبر ده هيكون سعادة لأمورك وطاقة إيجابية. بس قولي الحيرة دي برضو ليه؟ انت حيران ومتردد وبتفكر كتير الأيام دي ليه برضو؟ هل ترى بالك مشغول بسفر؟ بالك مشغول بنقلة جديدة؟ بالك مشغول بمواضيع عمالة تتفتح قدامك؟ في تغيرات عندك؟ في أمور عندك انت بتحاول تبعد نفسك عنها؟ في أشخاص حاسسهم تقال على قلبك، شايف قلبك؟ انت في أشخاص هنا حاسسهم تقال على قلبك قوي، ودايما بيدعوا ان هم بيحبوك رغم ان هم أشخاص سوء أصلا. انت من أكتر الأشخاص اللي مروا بأزمات ومشاكل وبرضو كانوا قدها وقدود، بيطلعوا منها بطريقة كبيرة، ما بيستنوش، بيكبروا، بيعملوا حاجات كتيرة جدا مختلفة في حياتك، وعلشان كده ربك هينصرك على من عداك الفترة اللي جاية. بس أنا دايما أقولك مفتاح سعادتك إن أنت تطنش، مفتاح سعادتك إن أنت ما تهتمش بمشاكلهم، ما تهتمش بيهم. الأيام دي أنت ناوي تغير عتبة بيتك، ناوي تشتري أرض، ولا ناوي تغير أمور في حياتك؟ الله أعلم إذا كنت عايز تشتري هدوم جديدة، حياة جديدة، الله أعلم. خلي بالك إن أنت بطلت تضحي وبطلت تتنازل من غير أي سبب، يعني اتغيرت، علشان كده بدأت ما تكونش سند لحد زي الأول. في هنا صداقة أو في قرابة، العلاقات هتتطور. بس بص العقبة اللي انت بتحاول تتخلص منها، يعني انت بتتخلص منها وبترميها ورا ظهرك، بس برضو هي رمية بلاها عليك، شايف؟ بتفرض نفسها عليك وبتتدخل في حاجات هي ملهاش دعوة بيها. في امور هنا بتحاول دايما تأكد لك نوائي، نية الناس اللي حواليك. في كمان ازدهار حلو. انت انجرحت في الماضي جدا، انجرحت في حق، يعني مشاعرك انجرحت اكتر من مرة، خدت فترة من الفترات اللي كان عندك فيها ضغط وازمة مادية، بس حان وقت ان انت تتخلص منها. في شخص هنا، الشخص ده مشدود ليك وبيحبك، الشخص ده كده يعني عايز يكلمك وخايف، عايز يقرب منك وخايف، هو عنده خوف. فما تقلقش، مريت بأزمات، مريت بخزلان، مريت بكسر خاطر، مريت زي ما تكون مريت، ما تقلقش أبدا، علشان خاطر القلق ده مش معمول ليك أنت، أنت معمولة لك الراحة، معمولة لك السعادة. فطول ما أنت واثق في خطواتك وواثق في قدراتك هتلاقي الطاقة وهتلاقي الدعم الحلو والحب والحنان اللي أغلب حياتك هتعيش فيه. بتحب إن أنت تقعد في مكان هادي، مكان منعزل، ما تكونش الأضواء متسلطة عليك، بتحب إن أنت كده تعيش، عايز تعيش لوحدك، صح؟ في هنا فترة، الفترة دي مش هتتكرر تاني في حياتك، الفترة دي هتكون فترة حلوة جدا مستحيل تتكرر أبدا، فياريت تستفاد من كل خطوة فيها، وتستفاد أهم حاجة بالرحلة اللي في حياتك الأيام اللي جاية، علشان الرحلة دي هتكون مليئة بحظ وبحنان وفير. بص هنا ما شاء الله، اللهم صل عليك، دماغك شغالة 24 ساعة، انت بتشتغل في صالحك بس مش على طول كده، يعني ما تأفورش قوي في حياتك علشان الأذى اللي انت فيه. انت مش ناقص، وازن امورك، وازن حياتك، اهدى شوية على نفسك علشان انت اللي هتتعب، محدش هيتعب مكانك، ومحدش عمره هيحط مكانه فيك. فخلي بالك الوسواس ده انت لازم تعالجه، والطاقة السلبية اللي انت بتمر بيها لازم تتخلص منها، ولازم تطلع من الأزمة
اللي انت حاليا ماشي فيها. بص هنا، هنا حاطط نقطة وماسك الخيط، يا هل ترى نقطة ايه وخيط ايه؟ انت اللي عارف. ماسك نقطة كده وخيط وماشي في طريق امان، وحاسس ان يعني هو الطريق ده خير ليك، فما تقلقش. الفترة دي انت مركز على نفسك قوي ومركز على حياتك بشكل كبير، علشان خدت قرار ندمت ان انت خدته في وقت غلط، فما تقلقش. بص هنا بدايات حلوة مع تحسين حظ طال انتظاره الفترة اللي جاية. انت من وقت للتاني بتحس بالفوضى، بتحس بالكركبة، بتحس ان مفيش اكتمال، مفيش تغيرات، بس بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى اللي جاي هيكون من نصيبك انت لوحدك، اللي جاي هيكون ليك انت، بتاعك انت، هتردد فيه وهتبني عليه. وعلى قد ما مريت بظروف قاسية ومريت بغدر وخيانة، على قد ما الانفراجات الحلوة هتلاقيها. الفترة دي لو كانت مكركبة عليك او كنت انت حيران او مهموم، هتلاقي تغيرات جذرية الفترة اللي جاية، وحظ حلو او حظ وفير هتستمتع بيه خلال الفترة اللي جاية. عيد حساباتك، عيد امورك، هدي اعصابك، هدي بالك، علشان الانفراجات الحلوة والدعم والحظ والتميز عن الاخرين اللي في حياتك. انت دايما معروف عنك ان انت مميز، معروف ان محدش بيقارن حد بيك. ليه؟ علشان انت عارف ايه اللي يريحك وايه اللي يسعدك وبتعمله حاليا. في الاول ما كنتش كده، في الاول مريت بصدمات، مريت بضربات، مريت بحاجات كتيرة جدا، بس من كتر اللي شفته عرفت ازاي تتخطى المشاكل، وعرفت ازاي تلتزم بالمهمات اللي موجودة في حياتك. مبقتش تستلم حاجة من حد، انت عزيز النفس جدا ان انت تطلب حاجة من حد، ما بتعرفش تطلب حاجة من حد، وعلشان كده السهم بتاعك دايما بيكون منفعل، يعني بتكون عصبي جدا، بسبب ان انت شخص واثق في نفسك، وبشخص بسبب ان انت ما بتحبش النفاق، ولا تحب الخداع ولا الظلم، واللي في ايدك مش ليك، ودي طبعا حاجة مؤذية. انا دايما بقولها لك، زي ما تدي زي ما تاخد، وازن علشان تستفاد. كل ما هتوازن اي حاجة في حياتك، انت اللي هتستفاد من اي مشكلة او من اي تعويض، من اي تغيير، اي حاجة هتوازن فيها العلاقات، انت اللي هتكون متحكم ومتسلط. وبكده نكون خلصنا قراءتك، وانتظر مني كل ما هو جديد من اجل عيونك الفترة اللي جايه.